أهلا بكم. شركة أدوب في إصداراتها الجديدة اللي المفروض هتنزل في 2024 حاولت إنها تدمج الفايرفلاي في برنامج الفوتوشوب. تعالوا مع بعض نشوف إزاي قدرت إنها تدمج الإمكانيات الرهيبة جدا للذكاء الاصطناعي مع البرنامج نفسه اللي احنا بنستخدمه في الاستخدام العادي. وبإذن الله هقول لحضراتكم على التفاصيل والإضافات اللي بقت موجودة في برنامج الفوتوشوب الجديد الإصدار 2024. أنا دكتور محمد عفيفي، أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية. بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن الإصدار الجديد من إصدارات الفوتوشوب، وتحديدا استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في الفن والتصميم على برنامج الفوتوشوب. الإصدار الجديد من أدوب فوتوشوب، أدوبي حاولت إنها تدمج الفايرفلاي أو أدوب فايرفلاي مع برنامج الفوتوشوب عشان تستفاد من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج صور وأعمال فنية إبداعية مبتكرة جديدة. فدلوقتي بقينا نلاقي كل الإمكانيات اللي موجودة على الفايرفلاي أو على أدوب فايرفلاي موجودة في الفوتوشوب على برنامج الكرياتيف كلاود أو على الكرياتيف كلاود اللي موجودة على الإنترنت. هنشوف مع بعض كده ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها عن الادوبي فوتوشوب 2024 واللي هتكون بتستخدم او بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. اعتماد ادوب على الذكاء الاصطناعي في برنامج الفوتوشوب خلاها تضيف ميزتين مهمين جدا، وهي الجينيريتيف فيل والجينيريتيف اكسباند. الخنتين دولت او المهمتين دولت او الخيارين دولت او الاداتين دولت حاجات جديده جدا تم اضافتها الى فوتوشوب 24. هل اضافه الجينيريتيف فيل او الجينيريتيف اكسباند اضافتهم هتعمل على ازاله الاضافات الاخرى اللي موجوده او الادوات الاخرى اللي كانت موجوده في الفوتوشوب؟ بالتاكيد لا، هي اضافات بتحاول تزود من امكانيات برنامج الفوتوشوب. لكن لازم نكون فاهمين ان الاضافتين دولت مش هيقدروا يشتغلوا معايا غير لو كان الجهاز بتاعي يسمح او عنده القدرات او عنده الامكانيات اللي تسمح له بانه يتعامل مع القيمتين دول. كمان الاداتين دولت او الاوبشنين دول او الخيارين دولت اللي بقى موجودين في الفوتوشوب الجداد لازم نشتغل عليهم فقط واحنا شغالين على الانترنت. لازم نكون في اتصال دائم بالانترنت، بمعنى ان انا لازم اكون متصل على الكرياتيف كلاود عشان اقدر استفيد ب الامكانيات الرهيبه جدا للجينيريتيف فيل والجينيريتيف اكسباند اللي احنا بنتكلم عليها. تعالوا مع بعض نشوف على الكمبيوتر ازاي نقدر نستخدم الجينيريتيف فيل. شوفوا معايا كده حضراتكم، لو في مكان معين زي ما احنا شايفين على الشاشه ومحتاج اضيف عليه عنصر، فبخش على الكونتكستوال بار وابتدي اكتب في الجينيريتيف فيل بتاعتي، اكتب تكست معينه، بحط برومبت معين، والبرومبت دوت هو بكل بساطه لما ادوس على جينيريت هيبتدي يحاول يطبق لي الموضوع اللي انا بتكلم عليه. كمان نقدر هنا لو خدت الجينيريتيف اكسباند اقدر بكل بساطه لو غيرت، وانا بعمل حتى بالكروب تول واستخدمت الجينيريتيف اكسباند، اقدر ادوس على الايكون الخاص بالجينيريتيف اكسباند وزي ما احنا شايفين بيبتدي يكمل لي بقيه الصوره بالشكل اللي احنا شفناه دوت ويكبر لي الصوره زي ما احنا عايزين. لكن تكير خد بالك ان المساحه اللي تم تكبيرها دي المساحه ديت ما بتكونش بنفس الريزوليوشن الخاص بالصوره اللي انا بشتغل عليها. الريزوليوشن بتاعها بيبقى اقل شويه، بيبقى تقريبا 1024. فاذا كنت انت بتشتغل على صوره الكواليتي بتاعتها اعلى من كده لازم تاخد بالك من المنطقه دي، وتركز كمان في الاماكن اللي هو اضافها. احتمال كبير قوي تلاقيه بيحاول يعالجها بشكل كرتوني شويه، واحتمال ما تكونش مناسبه ليك. حاول تتاكد من الصوره بتاعتك، كبر وصغر وابتدي تعرف على امكانيات اللي ممكن يديها لك الجينيريتيف اكسباند. وبكده نكون اتكلمنا عن الخيارين الاساسيين اللي موجودين في الفوتوشوب الجديد، وهما الجينيريتيف فيل والجينيريتيف اكسباند. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واذا ما كنتش مشترك في القناه ياريت تشترك، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات واكيد انا هرد عليك في اقرب فرصه ممكنه. واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.